اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. معايا واحد من تجار السوق دجاج هنايا في منطقه عين السوق، غادي يشرح لنا المشكل اللي عنده وشنو وقع لهم من بعد قرار ديال السدان ديال 3 قدمنا راسك وشنو المشكل اللي عندك؟ عافاك لقدرت تقرب الميكرو ودار الصوت مرتفع. دواجن سوق عين السوق، سوق خليل. المشكل اللي كان عندي منه هذا المارشي ان تيبدا بعد حصل 12 عاد تيحل، تيبدا في الصباح السلعه ما كتدخل حتى 12. حنا كنبيعو ونشريو غا مع الناس اللي تيجيو كيديو السلعه اسبوعيا، ما تيجيش لعند الناس اللي كيحتادو السلعه ديال النهار، كيديو السلعه موظفين كيجيو العشيات حتى كيخرجوا من الخدمه حتى لقيت 3 4 عاد كيجيو يقتاليو الحوايج، الدجاج الحوت الخضره، وتيقداو تيقداو داكشي ديال الاسبوع. الناس هادو ديال كاليفورنيا، الناس ديال حي مولاي عبد الله، ديال حي شريفه، ديال لان الناس كلشي موظفين تما، ما تيجيوكش الصباح، ما تيجيوش الناس الصباح، تيجيو حتى العشيه تا كيسالي الخدمه ديالها. عاد كيجي عندك الصباح، حنا المارشي عندنا خاوي وما كاينش عندنا اقتضاد في هذا المارشي. يعني الانسان اللي وقف قدامه زبون واحد نص ساعه ولا شنو عاد تيجي عندك واحد فرق. انتما كتعقبوا كديروا كاين التعقيم، كاين التباعد، كلشي مطراسينو هنا، كاين التوعيه، كاين كلشي بالاكميمه ديالهم، كلشي بالميزان ديال الحراره، ديال الحراره، كلشي كاين هنا. ما كاينش مشكل عندنا هنا، وما عمر شي حاله كانت عندنا هنا. لا عندنا المارشي هنا احسن تنظيم المارشيات ديال الدار البيضاء. وهذا القرار اللي داروا ديال 3 كيضر بينا، السلعه كتموت لينا، ما يمكنش لينا باش غادي نسدو مع 3 وغادي السلعه غتبقى تموت حتى الغد لي مع سعود عاد كنحلو. شنو كيوقع لكم ملي كتسدو؟ ملي كنسدو راه ما الضرر كيوقع. اجي كتسمع كتلقاو الضرر، كاينه الحراره، دابا كاينه الحراره، الدجاج تيموت لينا، دابا السلعه كتموت لينا، كنضيعوا فيها، كنضيعوا في السلعه بزاف. هادشي ماشي هاد القرار هذا اللي متاخدو على حساب ماشي قرار في المارشيات، البلايص اللي فيهم الاقتضاد، البلايص اللي فيهم الاقتضاد، فيهم بنادم بزاف، فيهم مواطنين بزاف، المارشي ما فيه لا اقتضاد لا والو. واخا نتوما ملي كتشدو مع 3 واش دابا كاين الكليان كيجيو الناس؟ الكليان تيعيطونا في التليفون، كيجيو حتى العشية 3 وتيخرج من الخدمه عاد كيجي. هذا هي الوقيته ديال هذا المارشي، ما كيقتاديوش فيه، فهمتي، ما تيقتاديوش فيه الناس الصباح. المارشي كيجي انتما كتخدموا مع الموظفين اللي تيخرجوا تيخرجوا، هادو عامين خدامين. المارشي دابا خاوي، ما فيه حتى واحد في الصباح، ما تنشوفوا حتى شي واحد فينا تنشوفوا الصباح، ما كاين حتى واحد خدامه اكثر من خدامه عندنا. دابا خدامين عندنا، الخدامه كتضرر، الخدامه الا خدام عندك النهار ما تقدرش تضيعو، ضروري غتخلصو وكيخدم عندك على ساعات المقاله. حنا ضايعين من السلعه ومن بزاف. شكرا لك اشتي. باقي غير نواصلو جولتنا مشاهدنا الكرام في السوق ونشوفوا واحد اخر من التجار اللي بغى يشرح لنا الوضعيه اللي كيعيشها هذا السوق هذا. بقاو معنا اللايف ديالنا مازال متواصل، هنا ناس متضررين، ناس كيموت لهم الدجاج ديالهم، غنحاولوا نعرفوا الاثمنه بعدا ديال الدجاج. شنو الاثمنه ديال الدجاج اللي كاينه اليوم؟ الاثمنه رخيصه بالنسبه لنا حنا، الاثمنه رخيصه. المشكل اللي عندنا، المشكل اللي عندنا هو الدجاج. حنا دابا كنسدوا مع 3، بالنسبه لي انا كمحل اللي السلعه ديالي دابا عندي 4 ايام وعندي هذا الدجاج، وانت وريتكم الدجاج ميت، الحاله كتشوفوا فيها في الدجاج كيدير. وعندنا خدامه بحال اليوم مثلا، انا يومين هادي هذا حبست راجل بوليداتو من الخدمه. علاش حبستيه؟ باش غنخلصو. حنا راه الناس اللي خدامين معاهم هما الموظفين، الناس اللي كيجيو مورا الثالثه زوال. اما انا هاد الصباح بالنسبه لي دابا انا غنسد ما بيعش حتى 450 درهم النهار كامل، اش غندير بها؟ حنا كنضيعو. حتى شتي المارشي كيدير الحوانت حدانا، لا يعقل. والشارع العام فيه جزاره، فيه كلشي، كيسدوا مع 8 وحنا غنسدوا مع 3. حنا اللي عندنا الدجاج حي كيموت، والمارشي ما فيه لا اكسيداد لا والو، المارشي ما فيه لا اكسيداد لا والو. انت كدور كتشوف، تصور مع راسك، ولا بان لك شي زحام، ولا بان لك شي ناس واقفين، انت كتشوف.
حنا حنا ما محسوبينش من اسواق القرب. واش انا سويقه كندور في الزنقه ولا عندي كروسه كندور في الزنقه؟ راه عندي محل عامر سلعه الدجاج كيموت. واخا غنوريه لك دابا الدجاج كيموت. هاد الدجاج ميت في القفوزه، جيتي دابا هكا على غفله حتى غتشوف. حنا دابا الضرر ديالنا ما عرفناش شنو هو الحل. واش نسدو ونمشيو بحالنا؟ اول مارشي كيسد مع الثلاثه، غنخدموا ثلاثه د السوايع ولا اربعه د السوايع. يلا كيبداو يجيو الناس، قال لك سدوا وقفوا علينا الثلاثه. قانون قرار قرار. المارشي الوحيد اللي كيبقى في كازا حال حتى 10 الليل، ما كاينش مارشي كيبقى حتى. هذا المارشي معروف بالتجاره ديالو مورا الثلاثه، مورا صلاه العصر عاد كاين تاع الحركه الناس اللي خدامين. والناس يعني حنا في الصباح ما كنديروا والو. وانا هاد الهضره اللي كنقول لكم والله شاهد عليا، وهاد المجره غنحلو نشوف والله ما بيع الا 400 درهم في هاد الصباح. دابا بيني وبينكم معايا ثلاثه الناس، فينا هما الحانوت، فينا هما الكراوات، فينا هما حوانتنا مسدوده، ما عرفناش اش غنديروا. هاد الله يبعد علينا هاد الوباء، والله الله يدير شي تاويل ديال الخير. مع شكرا لك سيدي، شكرا على التفاصيل كامله. انت خويا شوف هاد الحانوت حدايا، انا غنوريك اجي تشوف محلات هما خاوين. انت كتشوف محلات خاوين لا سلعه لا والو، اجي تشوف اجي تشوف. ها المحل مسدود، ها المحل مسدود، ها المحل خاوي. لمن غيجيبوا هاد السلعه؟ المارشي انت المارشي خاوي، ما كاين لا اقتضاد لا والو، لا ناس لا والو كتشوف فيهم. انت كتشوف ها المحل مسدود، ها محلات اخرين، ها محلات اخرين، كلشي غيمشي. هات الدنيا خاوية لا سلعة لا والو. هانت شوف كاين لا دجاج لا والو، واش غيجي ب 20 دجاجة هي اللي غادا تربحها؟ ما كاين لا رباح لا والو، حنا مضرورين. واخا لا تمنة ديال الدجاج تقدر تقول لنا شنو الناس كيف؟ سمينا حنا دابا كنبيعو الدجاج ب 12 درهم. لا تبيع هذاك الشيء باش كنبيعو 12 درهم. واخا شكرا لك سيدي على التفاصيل كاملة، شكرا لكم. هذا جارنا من الجيرة اللي محسوب من قيصريه. شرف لي الجول بره، ولكن ما تلاقيتش بهم. الله يسلمك، شكرا لك، الله يوفقكم، الله يدير تاوي ديال الخير. شكرا الناس اللي تبعوا معنا اللايف، شكرا لكم. الوباء اخويا.